عزيزي المواطن والمقيم، لسلامتك في المنزل يجب وضع اسطوانات الغاز المزود بالمنظم داخل صندوق خارج المنزل. استخدام جهاز كاشف الدخان داخل المنزل مع الاحتفاظ بالبطانية وطفاية الحريق اليدوية. متابعة وضع أواني الطبخ على الموقد مع رفعها عند مغادرة المطبخ. عدم ترك الأطفال بمفردهم في المطبخ مع وضع لب الثقاب والأدوات الحادة بعيداً عن متناولهم. مع تحيات الإدارة العامة للدفاع المدني.